الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال رئيس لجنة الإعمار والتخطيط الاستراتيجي في محافظة المثنى إحسان أبو جعيلة بأن منظمة أوبكس تدرج المحافظة ضمن المحافظات العراقية المنتجة والمصدرة للنفط خلال السنوات القادمة. وأضاف أبو جعيلة أن شركات نفطية تقدمت للفور بترخيص استخراج حقل أبو خيمة النفطي الذي يقع بالقرب من الحدود العراقية السعودية ويقع في حدود المحافظة الإدارية، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف أكثر من 8 آبار في حقل إيريدو في ناحية الدراجي، وهو ما جعل المحافظة من المحافظات المنتجة للنفط، لا سيما وأن الاحتياطي النفطي للآبار في المحافظة تقدر بين 8 إلى 10 مليارات متر مكعب. دعت رابطة شركات الصرافة في مدينة الموصل السلطات والبنك المركزي إلى السماح لشركات الصرافة في المحافظة بالدخول إلى نافذة بيع العملة، وذلك من أجل الحصول على الدولار بسعر البنك المركزي. وقال رئيس الرابطة عبد الله خليل إن استمرار حرمان شركات نينوى من الدخول إلى نافذة بيع العملة انعكس سلبيا على الوضع الاقتصادي في المحافظة، مبينا أن تجار الموصل يضطرون لشراء البضائع من بغداد بدلا من استيرادها مباشرة بسبب عدم تمكنهم من الحصول على الدولار. أعلن المجلس العالمي للذهب أن العراق رفع حيازته من الذهب إلى أكثر من 152 طنا وفقا لأحدث جدول نشره المجلس عام 2024، فقد احتل العراق المرتبة 29 من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب، كما احتل المرتبة 3 عربيا بعد كل من السعودية ولبنان. نقلت وكالة رويترز عن مديرة العمليات في البنك المركزي الدولي آناب بيردي أن البنك يبحث عن توفير تمويل طارئ للبنان يقدر بحوالي 100 مليون دولار عن طريق استخدام بنود خاصة في اتفاقيات ديون حالية. وأضافت بيردي أن البنك قدم برامج قروض بقيمة 1,650 مليون دولار للبنان، وفي ظل احتدام القتال في جنوب لبنان يبحث البنك الدولي حاليا سبلا تمكنه من دعم الاقتصاد من خلال تفعيل ما يعرف بخطط الاستجابة الطارئة. أجرت الهيئة الفيدرالية للإشراف المالي في ألمانيا اختبار محاكاة لأزمة اقتصادية أظهرت أن أكثر من 50 بنكا صغيرا قد يفشل في الحفاظ على الحد الأدنى لنسبة الاحتياطي الإلزامي حال وقوعها. وأوضحت الهيئة أن هذا العدد من البنوك التي واجهت صعوبات الاختيار يعادل قرابة ضعف العدد في الاختبار الذي أجري قبل عامين ولم يكن على نفس الدرجة من الصعوبة. وقالت إن الاختبار تضمن 1,200 مقرض يطلق عليهم مؤسسات على درجة أقل من الأهمية، وتبين منه أن رؤوس أموالها تتمتع بالمتانة رغم حالات الفشل التي تم رصدها. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام موجز للقاء.